نتابع معكم مشاهدين هذا الخبر العاجل، إذ فادت مراسلة الغد بأن هناك اجتماعا وشيكا بين الرئيس اللبناني ميشيل عون والرئيس حكومة المكلف حسان دياب بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية. وكما نتابع في هذه الصور المباشرة بالتزامن مع إعلان هذا الاجتماع اندلاع مظاهرات جديدة في وسط بيروت. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة الغد كلودي أبي حنا. بداية كلودي، ما تفاصيل هذا الاجتماع؟ مساء الخير. بالطبع هذا الاجتماع سيعرض آخر تفاصيل المشاورات التي تم التوصل إليها في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية، ولكن المصادر المطلعة في القصر الجمهوري لم تحسم إذا ما كان هذا الاجتماع يمهد لإعلان التشكيلة الحكومية، ولو أن معلومات متقاطعة أشارت إلى احتمال الإعلان عن الحكومة اللبنانية هذه الليلة بعدما وافق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على عدم الحصول على الثلث المعطل، وأيضا لن يشارك حسب هذه المعلومات تيار المردة في هذه الحكومة. طبعا هذه المعلومات هي مطروحة للتدقيق والتأكيد من المصادر الرسمية، ولكن أستطيع أن أقول أننا هنا في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نواكب التظاهرات التي تم الإعلان عنها. هناك ما تجدر ملاحظته حول الانتشار المكثف للجيش اللبناني في هذه المنطقة، حيث رصدنا دورية لفوج المشوقل وأيضا للقوات طيب البرية. كلودي، قبل أن نذهب إلى المظاهرات، هذا الاجتماع الذي تم إعلان عنه الآن، هل كان هناك كلام أو حديث أو أي معلومات عن انعقاد هذا اللقاء؟ هل كان هناك أي أحاديث عن انتهاء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة؟ نعم، هذا الأمر كان متوقعا، لأن التشكيلة الحكومية يعني لن تتأخر إلا بضعة أيام منذ نهاية الأسبوع الماضي، منذ الخميس أو الجمعة. كان هناك من يتوقع أن تعلن الحكومة في هذين اليومين، يعني أحد اثنين، كانت هذه التوقعات، لأن رئيس الجمهورية وأيضا مؤيد من حزب الله يعني يريدان الانتهاء من هذا الأمر وإعلان التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن. ولكن ما أردت قوله تفضل. إن الموجودين هنا في ساحة الشهداء، ونظرا لتواجد الكثيف للجيش اللبناني، فكأن ثمة من يريد أن يؤكد أن الساحات لن تعود إلى التدهور مجددا بعد إعلان الحكومة، لذا هذا ما يفسر الانتشار الكثيف للجيش اللبناني في هذه الأثناء. طبعا هذه التحليلات نتأكد منها بعد غضون ساعة أو ساعتين من الآن. يعني الإعلان عن هذه الحكومة سوف يكون أمر واقع على هؤلاء المحتجين. يعني الإعلان عن هذه الحكومة إذا ما حصل سوف يتزامن مع الإجراءات المشددة للقوى الأمنية هنا في ساحات وسط بيروت، حيث تمت الدعوات إلى معاودة الاعتصامات، ولكن الأعداد اليوم خجولة جدا بالنسبة إلى يوم أمس. يعني هل نتوقع أن تكون هناك أي مشادات أو الشبكات كما شهدناها في الأيام السابقة؟ هل توعد المحتجون بأي تصعيد، بأي عنف، بأي تهديد لقطع طرقات مثلا في هذه الأيام التي تواكب إعلان الحكومة؟ المؤشرات حتى الآن لا تدل إلى ذلك، لأن الأعداد كما ذكرت خجولة، ولم ينضم إليها حتى الآن أعداد من خارج العاصمة اللبنانية، ولو أنه تم الإعلان عن توجه باصات من خارج العاصمة وخصوصا من شمال لبنان إلى بيروت للانضمام إلى المعتصمين هنا. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك، سوف نواكب معك الأحداث في العاصمة بيروت كلما جد جديد. كلودي أبي حنا مراسلة الغد، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.